ملي جينا من البارح ما كاينش استقبال، ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كاينش اللي يجيب لك اخبار ولا يردوا لك. جينا السيده من تسعود كتقول لي انا اللي كنموت، خلات لي ميساج قالت لي انا كنموت اختي، راه ما عاودوش جاوبوني، ما عاودوش ردوا عليا. من تسعود دخلات ما جبتش اخبارها، ما كتجاوبش في التليفون، وما حتى واحد اللي سولته هنا تنقول له خرج قول لي السيده واش شنو ولدات ولا شنو دارت، تيقول لي ما عرفتش، كيمشي وما كيعاودوش يخرجوا. الناس من هنايا بايتين ليله ونهار، كاينه اللي قاعده 5 ايام تماك، واحد السيد تماك 3 ايام وانا عايش في الزنقه، حتى واحد ما كيرد عليك. هذه الميناج هي الاخرى، تنقول لها اختي عافاكي السيكريتي كيدخل اللي بغى، السيكريتي كيدخل اللي بغى، اللي دخل بالوجه بالفلوس، شي كيدخل شي كيبقى على برا. حشومه اليوم شنو كتبغي توجهي النداء ديالك لمن؟ نحن نلحقوا السلطات والحكومه يديروا شغلهم، مراقبه لهذا الشيء، يبيعوا الشرف بنادم لا حامله والحوايج. شي عاد الكلام اللي كنت قال لها، يا الحماره يا الكلبه يا اللي شوفي كنتي باش كنتي كتكوني فين هادي فين هادي، ماشي حشومه لا شبان لك الدراري اللي كيتبدلوا. وهذاك الشيء انا ما عمش عليه، ولكن انا الحاجه اللي ضراتني هي هذه، ما كاينش استقبال، ما كاينش اليد ديالك، البنت كتموت لداخل، حتى واحد ما كيقول شي تقول لك انا رد وراني في الطواليت، وما كاينش اللي غادي اللي يعتقني، وما كاينش اللي يدخل. واللي سولته تقول لي له سير جيب لي الهضره، تيدخل ما كيجيبش الهضره، ما كيرجعش عندك كاع. خويا حنا راه من البارح قال لك غتولد مع تسعود، وحنا جالسين هنايا من البارح بايتين هنا في هذاك البرد والسمراء، حنا ستاد الناس والسيد 3 ايام وانا عليه، واللي سولتيه ما تيجيبش الاخبار، وكيخصهم يتفاصلوا معاك قبل ما تدخل عندهم المراه، يتفاصلوا معاك بالثمن بالاسنان. غير البارح راه هو السيد اللي بايت 3 ايام، البارح تيتفاصلوا مع السيده، قالت لها شحال عندك في الصك، قالت لها عندي 100 درهم، قالت لها عطيها لي غندخلك لولدك، ومنين يجي راجل كيكمل لي. حنا البنت ديالنا 5 ايام من نهار اثنين، وهي هنايا كتفيض بالمئات، سقيات طرطقات لها، وكتقول لها البارح في الليل خرجي ما بقاتيش على مسؤوليتي. بغينا نعرفوا حنا هاد البنت لما نقدروا، الله يعطيك الصبر. قالت لها البارح خرجي، عيطات لي البنت كتقول لي خالتي راه قالوا لي خرجي، فين غتخرجي البنت كتفيض دايره لك واش ديال العجزه، سقيات طرطقات لها، وتتقول لها في 11 الليل عيطي للراجل كيجي يديك. وكيتفاوضوا مع الناس، بغيتي تولدي اري الفلوس نيشان، وتخسر الهضره والسبان في البنات اللي مسكينه كيستغلوا الضعف ديالهم، العيالات كيموتوا بالوجع وبالتقطاع ديال الحريق، وهي كتقول انا عندك اري ما عندك سيري. تقلتي الناس جالسين 4 ايام و5 ايام هنايا، انا بنت اختي دابا اليوم 5 ايام من نهار اثنين، ومنين عيطت لنا الناس كتقول لها حركتي التليفونات. حركتي التليفونات، قالت لها البارح قالت لهم انا ما قلت لهاش خرجي، كيبدلوا المعامله. وحنا كنطلبوا من السلطات تكون مراقبه على هذا السبيطار، راه ماشي سهل ان المراه والجنين كتبقى في خطر، كاين اللي كيموت كاع، راه ماشي معقول. شوفوا الناس فين مليوحين، من يومين بثلاث ايام، لا معامله لا نقا لا حتى شي حاجه. اللي عنده الفلوس يولدوا، اللي راه كنا كان سبيطار ديال الدوله نعرفوه ديال الدوله، ولا كان كلينيك نعرفوه كلينيك، خلصي عاد تولدي، هذا الشيء راه ماشي معقول.